مباراة كويسة جدا، الزمالك عمل أداء كويس جدا، وبس طبعا اتاحت له فرص كتيره، لو كان استغلها كانت النتيجه اكيد اتغيرت خالص عن اللي احنا شفناه. لا هو الاداء كان كويس، بس هي الهجمه الاخيره اللي احنا اندمجنا في المرتد قوي فتردت علينا بهجمه خطيره يعني، والمهاجم بتاعهم جامد. لا ان شاء الله هنعوض، هنكسب 3 هنا ان شاء الله. كانوا كويسين بس ما فيش توفيق النهارده، وان شاء الله نقدر نعوض الماتش الجاي. لا هو ماتش لعيبه مش لابش مدربين ولا اي حاجه من الكلام ده، هي لازم اللعيبه هتبقى رجاله عشان خاطر الجماهير وتراضينا ان شاء الله. لا والله الزمالك لعب النهارده كل مجهوده، النهارده دافع وهاجم وعمل كل حاجه النهارده، واحسن واحد في الماتش عمر صلاح والله، وان شاء الله في العوده هيكسبوا ياخدوا البطوله باذن الله. والله عمل ماتش كويس، اداء متوازن تمام. ان شاء الله في العوده قادرين نعوض الجون تعويضه مش صعب علينا باذن الله. الغيابات ان شاء الله مش هتاثر فينا كتير، عندنا بدل في المراكز اللي اللعيبه غايبه فيها عندنا بدلهم مراكز لعيبه كويسه، حازم ممكن احداد ان شاء الله، ابو طيب لو جاهز يقدر يلحق. انا شايف باذن الله التعويض في مصر ان شاء الله باذن الله هيكون اللعيب على قد المسؤوليه، هنقدر نعوض وباذن الله هنرفع كاس البطوله ان شاء الله. كان هيبقى مصلحه للزمالك لان هنا 1-0 كان يسعى ياخد البطوله. تضييع الوقت بتاع الحارس اللي خلاهم خدوا 5 دقائق وقت ضايع. كان اداء كويس والزمالك ان شاء الله هيعرف يدي هنا ان شاء الله. هو الزمالك يعني حلو في الشوط الاولاني، ضاعت منه كذا فرصه، وان شاء الله كده يعني الماتش اللي جاي كده هنجيب البطوله من برج العرب. الزمالك كان وحش النهارده. الزمالك كان وحش، هو احلى ما فيهم كان الجون. بس الشوط الثاني الحكم كان واقف معاهم. ان شاء الله باذن الله نكسبهم من اول. ده الزمالك كويس، بس سوء الحظ بقى هو اللي ما ساعدش الزمالك. يعني يلا يجيب 2-0 عشان يوصل عشان ياخد بطوله. نجم المباراه كان طارق حامد وعمر السعيد وعمر صلاح. عمر صلاح وعبد الله جمعه. الجول بتاع الزمالك حاجه هايله جدا. عمر صلاح و كهربا على فترات. نجوم المباراة كان عمر صلاح وكهربا وعبد الله جمعة. لا حارس مرمى الزمالك هو نجم الماتش. ماشي، ان شاء الله هي بطولة اصلا لمصر مش للزمالك بصفة خاصة يعني، داخلة مصر.